طرق. ايوه. يعرف كيفاش ياخذ ويوصلك الى الحاله الطربيه. ام كلثوم كيف تعرف الطرب؟ فهمتني؟ تقول لك شعور شديد يهزك ويبلغك النشوه. فهمتني؟ هو نفس الكونسيبت. معناتها بليغ حندش يعمل لك، فهمتني؟ ياخذ لك من موروثك قطعه او جمله موسيقيه ويوظفها لك في حاجة أخرى. توا الموسيقى اللي كنا نسمعوا فيها توا موسيقى تصوف والناس متخمرة وهكذا، أصبحت التخمر في الحب. صحيح. فهمتني ولا؟ أيوه. ريت المفاهيم قلنا راهو متصوف ولكن ليس كالسنباطي. تصوف السنباطي واضح. بلي حمدي يهزك الحالات ما تخطرش على بها الملحنين الآخرين. تقول لك قديمهم الموروث. شبيهم ما تفطنوش للاشياء هذه. هو يلعب على الوتر الحساس. الوتر الحساس هو يخاطب. شوف بليغ حمدي ذكي، يخاطب الروح. يمتاز بليغ حمدي انه اللحن معناها يوجهه للروح. فمتى مش معناها من خلال نفس البشريه ولكن الروح البشريه. دونك هذاك علاش يأثر كما كان يحكي توا نور الدين، يعني الحركات الصوفية هي حركات وجدانية. بيان سور. دونك هو يترجمها ويعمل لها يعني قراءة أخرى تولي في يعني الحب في الروح أو فلسفي. لا لا أي هو فلسفي، هو فيلسوف. بدي نقول لهم أنا شوف شكري راول قديه على فكرة صديقي، شنو السبب اللي خلى علاقتي بيه تتطور اكثر من 20 سنه؟ هو عرفني اللي انا مجنون ببليغ حمدي. اي هو عرفني اللي انا متعصب. موقعني زار قباني حبك يا عميقه العينين تطرف تصوف عباده. حبك مثل الموت والولاده صابر ان يعاد مرتين. وي. انا شكري قد يحكي عرفني انا مستغرب فيا خاطر يقول من اين لك؟ اي خاطر انا مانيش قاري موسيقى. وانا حتى بيدي كنت نقرا وانا طالب في تونس كانوا صحابي برشا موسيقيين، كان ديما الحوار نتاعنا حول انا كنت عندي احساس. قلت ربي مش اكاديمي نقول لهم انا الموسيقى هذيا تخفي سر عظيم. انا نقول لهم راني خاطر انا في صغرتي نسمع في السمباتي ومحمد عبد الوهاب ومتاثر بهم. انا بعد كي فما حاجه مستني لكن وقت ذاك ما عنديش الاليات. نقول راهو هذيا افضل، هاني متطرف انا في حب لي حمدي لكن مانيش ما عنديش الاليات باش نقنع. فهمتك. الاليات كسبتهم قعدت 20 سنه حتى انا باش خاطر شكري المرلولك عرفني ماهوش معي كان مدرسه السنباطي ومحمد عبد الوهاب لكن اكثر من 20 سنه فهمتني اقتنع. وهو بحلك شوف الميساج نتاع بليغ حمدي يعني الموسيقى نتاعو راهي لكل الشعوب. معناها وقت اللي تحب تسمع مثلا من الخصائص مثلا نتاع بليغ حمدي تحب تسمع غنية تحب بعد بجمعه باش تسمعها تحب انت تحط اطار اخر. هاو نعطيك حاجه تحب تحط اطار تحط روحك انت في نفسيتك روحك في اطار اخر وتسمعها الغنية تلقاها كومباتيبل معاك راك انت في وضعيه اخرى في حاله نفسيه اخرى تلقاها ماشيه معاك. معناها شيء انا 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 تعرف منين اكتشفت بليغ حمدي؟ اكثر حاجه اكتشفت بها بليغ حمدي هي المقدمات الموسيقيه. المقدمات الموسيقيه اللي هي دروس تدرس في الجامعات. تدرس في الجامعات. ريت احنا باش نعطيك مثال بسيط ننطلقوا به من جهتنا من القيروان. احنا عندنا الشيخ علي البراق الله يرحمه في طريقه يعني تلاوته للقرآن الكريم وتطبيق المقامات طبوع التونسية بطريقة مغايرة للمتعارف عليه. فهمتني؟ بالنسبة لبليغ حمدي هو ألحانه معناها في المقدمات الموسيقية وفي الألحان. وإلا الأمر الغريب اللي زاد بهتني فيه كي نجي نسمع بليغ حمدي في الغناية ونسمع الفواصل الموسيقية بين المذهب والبيت نحكي وتوفيت الموضوع نتاع المقدمة الموسيقية تلقى حكاية أخرى. عنده تمهيد
يكون لك في جملة أغزر، يكون لك في جملة كما كانت تحكي الباحثة الدكتورة المصرية، يكون في جملة في مثلا في السنكونتيام إيتاج وفجأة يهبط من غير ما يقلقك، تلقى روحك في التروازيام إيتاج، انت بالاسانسور ساعات تحسك الرجل يهبط اوب ويحطك، معناه كان في جمل اخرى طف 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 ويعمل لك جمله بسيطه، تلقى روحك بعد المطر بيدخل بكل سلاسه في البيت الثاني والثالث، معناها فيلسوف. معناها شوف على قد ما تسمع بليغ حمدي، على قد ما تسمع له، على قد ما تغوص وتلقى ما زلت ما وصلتش. هذا يدل على شيء، فهو يدل على نفسية الرجل، نفسية معناها منفردة متفردة في تكوينها وفي بحوثها وفي إلمامها بالموسيقى. أسس مدرسة بليغ حمدي، يكفي أنه أسس حاجة اسمه بليغ حمدي في الوطن العربي. هو بليغ في لغة الموسيقى وما أتقن حتى حد يعني الإتقان اللي بليغ في موسيقته، بليغ في موسيقته، بلاغة في موسيقته رهيبة. معناها ما راهو سندس مش بتعصب راهو نحكي، ومش معناها الراجل الموسيقى نتاعو يعني غريبة، معناها مش موسيقى غريبة يعني بعيدة علينا، لا موسيقى نتاعنا كيما كان يحكي بكري نور الدين، هاك ما لحنتش أنت يا إكس إيكغريك في الجو هذاك، فهمت كيفاش؟ يعني خارق، معناتها تحسوا يعني طاقاته في الموسيقى كانوا ملائكي أكثر من حاجة. لحظة، ليه تقوة محمود بيرم التونسي علاش شهد له تحسين ولحقاله راهو هذايا في الزجل خطر على اللغة العربية؟ فما صفة يكتسبها محمود بيرم التونسي عند بليغ حمدي اللي هي شنو؟ بيرم التونسي ولد الشارع ياخذ من عندك الكلام اللي تقول فيه يصيغوا، دونك كي تسمعوا أنت هم تيع يا ذي أيوة ريتها هو ما جاش البالي من قبل ياخذ لك كلامك، هو بيرم التونسي ايش يعمل؟ ياخذ لك كلامك كان الحوار هذا يجي بعدين بيرم التونسي راهو صيغ وتقرا غنيه هنا قلناها هذيا هو بليغ حمدي ايش يعمل؟ نفس الحكايه يشد الجمل الموسيقيه اللي في خيال ووجدان الناس كل ياخذهم يسيخهم بطريقه اخرى ويعطيهم. هذاك علاش السر السحر كما السحر عند محمود بيرم التونسي اللي عقد به الناس كل وانتزع اعتراف تنقولوا طه حسين عميد الادب العربي واحمد شوقي امير الشعراء يعترفوا بعبقريه محمود بيرم التونسي، فانه بليغ حمدي افتك العبقريه رغم انف الجميع بهذا الاسلوب الجميع. وبهذا الاسلوب راه ناخذ لك حاجتك نتاعك انت تقول فيها وكذا وكذا ناخذها ثم نرجعها لك. قال واحد يعني امريكاني ذهل قال اتمنى لو كان هذا العبقري ان يضعوه في الصيدليات ويبيعوه ويبيعونه دواء للناس. هذه احد الموسيقيين الامريكان فهمتي اللي مهتم بدراسه بليغ حمدي. قال احسن شيء تو نحطوه نبيعوه في الفارماسي كئيب ولا كذا تنمدوا لك لحم بليغ حمدي معناتك تاخذوا طبره لاباس. وهذه حقيقه معناتها حقيقه والله بليغ حمدي سمعتي نور الدين انا ما فهمتش روحي نقعد في جمال سلامه نمشي بليغ حمدي نمشي قولي هما تشوف كل حد والخاصيه. انا بالنسبه لي انا ديما كنت قلت لك شكرا نقول له راهو انا بالنسبه لي انا متطرف في بليغ حمدي احكي على الناس كل انا عندي الشخص هذاك الفوق لا يقارن باي موسيقى خارج المقاييس التقييميه يعني زايد حلاوة حب كما مش نسمع ونجاة الصغيرة توا.